هبدأ الأول أرجع على المسألة دي بتاعت الـ percentage أو مثلا أقول مثلا أمام بوت تي في with مثلا 3000 pounds and sold it with profit 10%. What is the selling price? ماشي؟ معلش انا اتاخرت عليكم في الكل لان النهارده براجع لسكه ابتدائي واولى اعدادي الاثنين. طيب فمطحون النهارده معلش. طيب امام بوت ا تي في ويز 3000 باوندز هي سولد ات ويز بروفيت 10%. انا باجي احل اقوم اعمل كده اهو. هقوم انا كاتب كده كوست برايس بروفيت سيلينج برايس اللي هو اس بي. يبقى كوست برايس بروفيت سيلينج برايس. طيب الكوست انا كده عندي السطر ده يبقى بيرسنت والسطر ده يبقى ريل. يبقى السطر ده يبقى بيرسنت والسطر ده يبقى ريل. طيب البيرسنت هيبقى هكتب فيه تحت الكوست برايس 100%. المفروض اعمل علامه بيرسنت كده بس انا كتبتها مره واحده بره وخلاص. طيب البروفيت هيبقى 10. هاجي بقى بعد كده السيلينج برايس هيبقى 110%. مش لازم اكتب بقى البرسنت. يبقى انا كده كوست برايس 100% ده 10% ده هيبقى 110. ما سمعتش النت كان نقطة. لان لو بروفيت ثانيه واحده. طيب هاجي بقى دلوقتي عندنا هبعت لك الصور بقى كلها مره واحده. طيب ده الكوست برايس هيبقى 100% البروفيت هيبقى 10%. مش هكتب علامه 10%. السيلينج برايس هيبقى 110 لان عامله بلس بعض ولو لوس هعمل ماينس. طيب هاجي احطه طبعا تحت الكوست برايس 3000 وعايز اجيب انا السيلينج برايس او عامل كروس مع السيلينج برايس. يبقى دايما احط ايه 100% في الكوست برايس بعد كده 10% اللي هو البروفيت السيلينج برايس هيبقى هعمله 200 بلس بعض 100. هبتدي اعمل بقى ايه؟ طبعا السطر ده بيبقى بيرسنت والسطر ده بيبقى ريل. انا عايز اجيب السيلنج برايس اهو. برايس هاخد اللي شابك مع ال يعني عامل 3000 تايمز 110 اوفر اللي معاه فاضي دون اللي هو ال 100 اخليها تحت واحسب الكلام ده على الكالكوليتر واطلع الاجابه وخلاص. ده بالنسبه للنوع ده. اصور بس وبعد كده هبقى ايه ابعت الصور مره واحده. طيب لو جينا بصينا بعد كده على المساله اللي هي النوعيه بتاعت ايه لو بصينا في موديل 2 في المعاصر موديل 2 اللي هو بتاع كتاب المدرسه. طيب لو جينا مثلا مساله برضه بيقول لي ايه اللي هي بتاعت 3 persons started in a business the first paid 15,000 pounds and the second paid 25,000 pounds and the third paid 20,000. دي طبعا مسألة مشهورة طبعا. باجي انا احلها بقوم اعمل ايه؟ اهو هو بيقول لي الفيرست دفع كام؟ دفع 15,000. السكند دفع كام؟ دفع 25,000 والثيرد دفع كام؟ الثيرد دفع 20,000. انا ممكن اعمل سمبليفاي ممكن ما اعملش لان هو بيقول لي دلوقتي البروفيت بيقول لي البروفيت بتاعهم في نهايه السنه كان كام؟ كان في المساله دي بقى البروفيت مش زي البرسنت بقى
البروفيت في الحاله دي بيعادل الصم، او ممكن نخلي هنا البروفيت اهو، نعمل هنا صم، سوري صم. البروفيت ده في المساله بتاعت الريشيو العاديه دي اللي مش برسنتج، البروفيت هتحط في السطر الثاني ده، لان دول كلهم هيبقوا ايه؟ مجموع كل دول الاول كده نجمعهم 15 و25 يبقى 40، 40 و20 يبقى 60,000. طيب نحط البروفيت فين بقى؟ نحطه تحت ال 60,000. البروفيت بيقول لي كام؟ 5520. اقوم عامل كروس كده، اجيب الثالث او الثيرد ايكوال 60,000، وبعدين هنا ايه؟ 5520 × 20,000. واحد يقول طب انا ممكن اشيل الثلاث زيروات دول مع الثلاثه دول مع الثلاثه دول مع الثلاثه، صح ممكن برضه، مش غلط مش غلط، واللي يسيبها زي ما هي كده كده الكالكوليتر هتتصرف فيها. طب السكند اعمل كروس برضه مع دي، يبقى 5520 × 25,000 over 60,000. الفيرست هعمل برضو 5520 × 15,000 over 60,000، واحسب الثلاثة على الكالكوليتر وخلاص، هيطلع البروفيت بتاع كل واحد من ايه؟ من الثلاثة. يبقى انا من المسائل اللي هي الايه؟ المسائل اللي هي الاس دي هي اللي بتهمني اهم حاجه، لان دي طبعا بتبقى لازم تيجي في الامتحان. مساله بيقول لي 10 liters of water were poured in a vessel in the shape of a cuboid. يعني هو هيصب ميه، ادي الشيء الكيوبويد عامل كده. vessel يعني مثلا صندوق او اي حاجه اهو، وعاء يعني على شكل كيوبويد. هو هيبتدي يصب الميه فيه، الميه قال لي ايه؟ قال لي 20 لتر 10 لتر. طب 10 لتر دي يعني ده الفوليوم، وطالما مديها لي بالليتر والمساله هو مديني الدايمنشنز بعد كده بتاعت ال بتاعت ال بيقول لي ان البيز بتاعت ال اتس بيز سكوير، البيز بتاعت الكيوبويد ده سكوير، عباره عن سكوير، يعني المفروض شكله يبقى عامل كده، يبقى مطاول كده، يعني البيز بتاعت سكوير بيبقى عامل كده اهو، اللي فوق ده سكوير نازل كده كده وطول كده اهو كده. This بتاعته على سكوير. طيب فطبعا هو قال لي الاريا، قال لي السايد بتاع السكوير ده 25، لانه عارف ان اكيد السايد الثاني هيبقى 25. فاضل بقى الهايت ده كده، يبقى انت كده مديني اللينث ب 25 والويت ب 25. لان طالما البيز على هيئه سكوير يبقى السايد اللينث هتبقى. طيب ومش مديني ده اللي هو الهايت، ماشي خليه دلوقتي. طيب هو مديني الفوليوم بالليتر، طالما انت مديني دول بالسنتيمتر فانا لازم احول ده لسنتيمتر. طب احوله لسنتيمتر ازاي؟ نعمله تايمز 1000، هيتحول على طول 10,000 سنتيمتر. كده انا الفوليوم عندي. طب انا عندي رول زي ما اتفقنا بتقول ايه؟ اهو زي ما قلنا بقى، المثلث ده بيجيب لي العمليه كلها. الفوليوم عباره عن ايه؟ لينث تايمز ويدث تايمز هايت. فوالله لو انا عايز اللينث ومعامل الفوليوم اهو ديفايدد الويدث والهايت، انا الثلاثه دول في بينهم تايمز كده. لو انا عايز الويدث دي عشان المراجعه يعني، اقوم عامل الفوليوم اللي فوق ديفايدد اللينث تايمز الهايت. انا عايز الهايت، اقوم عامل الفوليوم اللي فوق ديفايدد الاثنين التانيين عامه يعني. انا عايز الهايت يبقى ديفايدد اللينث تايمز الويدث. طيب في تراينجل تاني اللي هو ده، اللي هو بيقول لي ان الفوليوم عباره عن بي اي اللي هي بيس اريا، بيس اريا تايمز الهايت. والله لو انا عايز البيز اريا، البيز اريا للبي اي دي اعمل الفوليوم ديفايدد الهايت، ولو انا عايز الهايت اعمل الفوليوم ديفايدد البيز اريا. عشان ايه؟ طيب الكلام ده لو المساله هو مديني البيز اريا، هو ما ادانيش البيز اريا، هو اداني ايه؟
اداني لينس وويث، مفيش مشكله. فانا هعمل ايه؟ طالب طبعا الهايت، قال لي فايند ذا هايت اوف ذا ووتر. طب انا دلوقتي هقوم مستخدم الترانجل اللي فوق ده، انت عايز الهايت؟ الهايت هو يبقى عامل الفوليوم ديفايدد اللينث تايمز ويث. هعمل الهايت، اعمل الفوليوم، الفوليوم اللي هو بكام بقى؟ ب 10,000 ديفايدد اللينث والويتس هما الاثنين ب 25. واقوم حاسب المساله بتاعتي واطلعهم خلاص، هي هتطلع 16 يعني. بس يبقى الهايت 16 وخلاص انا خلصت عليه. يبقى هو لما يقول لي 10 لتر والكلام ده كله يقصد بيه الفوليوم. طالما ميه هنصبها في حاجه كلام زي كده او زيت او كلام زي كده يبقى ده الفوليوم. برضه في مساله اللي هي بتاعت البويز والجيرلز، برضه دي بتعتبر يعني تبع الريشيو، عامله زي اللي هم الثلاثه اللي اشتركوا في كان عندهم بروفيت اخر السنه وهكذا بالظبط. يعني هو بيقول لي ايه؟ In one school there are 360 students. 360 student دول يبقى ده التوتال. 360. The ratio between boys and girls is 1 to 2. اما انا كاتب boys and girls. الريشيو كام؟ 1 to 2. حاضر. بس انت بتديني التوتال بتاع الستودنتس كلهم. يبقى انا هقول الصم هنا واقوم عاملهم بلس بعض. يدينا كام؟ 3. ولو كان قال لي مور ذان ليه ذان الكلام ده كله كنت هعمل ايه؟ ماينس هو الديفرنس اكتب ده. طيب ابتدي بقى انت تجيب لي دول 360 اهو، اقوم انا عامل كروس اجيب نمبر اوف جيرلز اطلع 240. نمبر اوف بويز ممكن اعمل كروس وممكن اشيله من البويز يعني من التوتال. يعني لو انا عايز اجيب البويز اهو ممكن اعمل، ما هو دلوقتي الجيرلز 340 ممكن اقول له خلاص يبقى البويز 360 ماينس 240 تطلع 120 خلاص. ممكن واحد تاني يجيب البويز ونعمل كروس برضه، يقوم رايح اعمل كروس مع دي اهو مع البويز اهو 360 ماينس 1 اوفر 3 ويحسبها يطلع كام؟ 140. سواء كده او كده هيبقى حسب ايه البويز بتاعتك. بيجي لي مسألة باراليلوجرام كده، عامل لي كده اهو ادي باراليلوجرام. احنا اتفقنا الباراليلوجرام بتبقى الانجل دي قد الانجل دي اللي هم الاوبوزيت انجلز، ولو كونسيكتيف كونسيكتيف يعني ورا بعضهم زي دي ودي بيبقى مجموعهم 100. طيب تعالى بقى دلوقتي مديني الانجل دي 7. لو انا عايز اكمل على طول من غير ما اكمل لسه الرسم يبقى دي على طول 110 جت منين؟ او عامل ايه؟ انا مش عارف ليه لسه هو مسمينه اي بي سي دي اهو اي بي سي دي. طالما دي 70 يبقى الفرشاه دي 70 على طول، يعني هو لو عايز ميجر انجل ايه يبقى 70. طب لو عايز اجيب انجل بي اللي هي ايكوال انجل دي برضو اهي ميجر انجل بي اعمل 180 ماينس 70 تطلع 110 ودي كمان هتبقى 110 لان بي قد. طيب ده بالنسبه للانجلز. طيب هو قام جاي ايه قسمها لي كده، عامل لي كده دياجونال ده كده. طيب وبيقول لي ايه؟ ومديني ده كده 3.8. والله لو جه قسمها كده وقال لي مثلا الانجل دي 40 هتبقى دي 30 لان مجموعهم 7 بالمره يعني كمراجعه. طيب الانجل دي ما بتبقاش ايكوال اللي هنا، تبقى ايكوال اللي تحت هنا زي حرف زد كده. يعني الاقي دي 40 الاقي دي اللي 40 مش دي اللي 40 لا يعني مش دي اللي 40 لا دي بتلاقيها 40. يعني هنا بيبقوا معكوسين مع هنا، دي 40 دي 30 تلاقي دي اللي 40 ودي اللي 30. هو ما قالش بس انا بقول يعني فور ريفيجن، لو قال لي كده ابقى انا عارف. طيب تعالى بقى دلوقتي اديني هو السايد ده 3.8، معروف ان الدياجونال بيبقى قد بعض، يعني الحته دي بتبقى قد الحته دي. دي 3.8 يبقى دي 3.8 على طول. يعني هو لو طلب مني ام دي اقول له 3.8. طب لو طلب البي دي كله سهله هنجمعهم مع بعض 3.8 بلس 3.8 هيديني 7.6 لو طلبها. يعني بقول له بحاول اجيب لو طلب اي حاجه بقى انا عارفها.
طلب مني الانجل دي مثلا، انجل دي اسمها ايه؟ سي بي. الانجل بسميها بايه؟ طلب الانجل دي، الانجل دي بحط السي في النص، والسي متوصله بالايه وبالبي. يبقى الانجل اسمها ايه؟ سي بي. اقول له فورت كده يعني. طيب هو طالب ايه بقى؟ هو طالب فعلا الانجل اي بي سي. اي دي سي، اي دي سي يعني الانجل دي 100 فورت. هو انجل اي دي سي يعني دي اللي متوصله بالاي والسي، دي متوصله بالاي وبالسي، يبقى الانجل دي كلها 100 فورت. طالب مني بريمتر اوف ترانجل بي سي دي. بي سي دي ترانجل ده. طب هو اصلا مديني البي سي ب 7، مديني ده ب 7، ومديني ده ب 6. طب ما ده 6 يبقى ده 6. طب هو عايز برينتر بتاع الترانجل بي سي دي. طب انا الترانجل بي سي دي عامل كده، بي سي دي، ده طبعا ب 7، ده ب 6، ده قصدي احنا لسه جايبينه اللي هو البي دي، لسه جايبينه اهو 7.6، والدي سي ب 6 اهو، نجمعهم مع بعض وخلاص. يبقى البريمتر ترانجل سي بي دي يبقى ايكوال، نعمل 7.6 بلس 7 بلس 6، نقوم جمعينهم وخلاص 20.6 سنتيمتر. لو جينا بصينا على الاسئله تشوز كده، بيقول لي if one angle of a parallelogram is right then it is called. لو البارلوجرام عنده انجل رايت يعني البارلوجرام لو عنده انجل رايت خلاص، طالما عنده انجل رايت قلب ريكتانجل على طول، يبقى بقى ريكتانجل. طيب بعد كده جايب لي 24 over 5، دي هعملها انا بالكالكوليتر ما فيهاش حاجه، ممكن اعملها واعملها بزرار شيفت اس دي، بيحولها لي هي الميكسد نمبر وتبقى تمام يعني مفيش حاجه، هتطلع 4 اند 4 اوفر 5 بس، يعني اعملها بزرار شيفت اس دي ده بيحولها لي 4 اند 4 اوفر 5. طب ذا ماركس اوف 6 ستودنتس ان 1 اكزام ار 20 و90 ومش عارف ايه، دي شويه درجات كده. ذن ذا رينج يعني بيديني درجات كده، الماركس بتاع الطلبه بيديني بيديني شويه درجات كده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي the marks of students in one exam are 29 و 53 و 57 و 40 36 and 49. طبعا الفيديو هيبقى مسجل وهنزله على القناه بتاعتي على اليوتيوب. طيب عشان اللي فاتوا حاجه. طيب لو جينا بقى دلوقتي عندنا لو بيطلب مني الرينج، الرينج بعمل ايه؟ هو بيقول لي الرينج، الرينج ناخد اكبر واحد ماينس اصغر واحد. اكبر واحد عندنا اللي هو ده 57 ماينس اصغر واحد اللي هو كام؟ اللي هو 29. يبقى 57 ده الرينج، باخد اكبر رقم ماينس اصغر رقم، يبقى 57 ماينس 29 واحسبها خلاص هيطلع ده 8 وده يطلع 28، يبقى الرينج بتاعنا 28. طيب ده بالنسبه لدي. طيب لو جينا بصينا على ايه؟ بيقول لي 4 over 6 equal 12 over 6. دايما لما احل في الامتحان يا جماعه اسيب مكان كده للاجابه واحل تحتيها بسبيس، بحيث لو انا غلطان بيديني درجات على السبيس. بيقول لي 4 over 6 equal 12 over 6. دي انا بجيب الاكس ازاي؟ بعمل كروس مالتيبيكيشن. ايه كروس مالتيبيكيشن؟ الاكس بتسلم على الفور او شبكه مع الفور، اكتب اكس كده ايكوال واشوف الاكس بتسلم على مين او شبكه مع مين، شبكه مع الفور، احط الفور تحت. وال 12 تايم 6 4، يعني الاثنين دول بيسلموا على بعض، 6 و 12 هم لعبوا فوق
والفور اللي بتسلم على الاكس دي اللي شبكه مع الاكس اللي انا عاوزها هي اللي هتبقى تحت. اقوم حاسب الكلام ده على الكالكوليتر، هلاقي الاكس طلعت لي بكام؟ طلعت لي ايه؟ انا هشرح ولو حد عنده مشكله بس يرفع ايده في الشات يعني. هو طالب بقى مش طالب اكس، ده هو طالب اكس بلس 2. يعني بعد ما تجيب الاكس كده هات لي اكس بلس 2. طب ما اكس بلس 2 يعني ايه؟ يعني 18 بلس 2. طب 18 بلس 2 دي كام؟ دي 20. يبقى هو مش طالب الاكس بس، ناخد بالنا هو طالب ايه؟ هو طالب 18 بلس 2 اللي هي 20. طيب لو بصينا على نمبر 5، نمبر 5 سهله جدا، بيقول لي 1 اند 3 اوفر 4، بيقول لي ايكوال كام بيرسنت. انا بمنتهى البساطه بقول لي ايكوال كام بيرسنت، اخد النمبر ده اعمله تايمز 100 بس ما نوجعش دماغنا، واللي هيطلع هكتبه. هو هيطلع 175 او كاتبين 175%. طيب واحد يقول لي طب اكتب ده على الكالكوليتر ازاي؟ انا لو دوست زرار شيفت وزرار اس دي هلاقي الكالكوليتر فتحت لي ثلاث زراير كده، ثلاث بتوع كده بس. اقوم كاتب هنا ال1 هنا ال3 هنا ال4 وادي تايمز 100. شكرا، هتقوم طالع لي 175. يبقى دي الانسر بتاعتي. اللي بعديه سؤال سهل جدا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي 513 اوفر 613 الناحيه الثانيه ايه؟ 432 اوفر 145. دي ممكن واحد يحلها مباشره بمجرد النظر. ازاي؟ ازاي؟ هيبص كده، ده اصغر من ده، ده اصغر من ده، يعني النمريتور اصغر من الدنمريتور، وهنا النمريتور اكبر من الدنمريتور، يبقى ده الاكبر عدد. وش كده زي ما بيقول، تمام؟ يبقى لو ده، لو لقيت النمريتور اصغر من الدنمريتور، هنا النمريتور اكبر من الدنمريتور، يبقى ده الاكبر عدد. يا اما في ناس ثانيه بيعمل ايه؟ يعمل دي بالكالكوليتر، يعملها مثلا ديسيمال، يطلعها ديسيمال بزرار الاس دي، اس دي بس، هتقوم طالعه مثلا 0.8 وشويه حاجات كده، ويقوم عامل دي ديسيمال مثلا بالكالكوليتر، تقوم طالعه له مش عارف 1.3 مثلا، مش هتطلع كده يعني، بقول هتطلع حاجه زي كده. يبص يلاقي ده 0 وده 1، يبقى ده الاكبر برضه. يعني اللي يغلب فيها يحولها لديسيمال وايه؟ ويجيب. تمام؟ طيب لو جينا بصينا انا هبعت لك كل الصور دي ان شاء الله يعني. طيب لو جينا بصينا على ايه؟ مساله كده برضو، بيقول لي ده داتا ذا ايج ذا طول، يعني مديني الايج ومديني الطول ومديني الويت. الايج والطول والويت وتم وفيفرت فيفرت طيب بيقول لي كلهم كوانتيتيف. كوانتيتيف يعني ايه؟ كوانتيتيف اللي اجابتها او الانسر بتاعتها ايكوال نمبر، يعني من الاخر تلاقي الانسر مثلا 12، الانسر 18، يعني الانسر بتاعتها تلاقيها نمبر. ولكن الديسكريبتيف تلاقي الانسر بتاعتها وورد. وورد يعني ايه؟ يعني الانسر بتاعتها مثلا اورانج، مش عارف اللون الاورانج، ريد، فصيله دم مثلا ايه دي، حاجات كده يعني، ما تلاقيش اجابتها نمبر يعني، ما تلاقيش اجابتها نمبر. فانا لو جيت بصيت الايدج طبعا الاجابه بتاعته مثلا 12، يعني واحد سالني الايدج بتاعك كام؟ اقول له 12 ييرز. الطول طولك كام مثلا؟ 150 سنتيمتر. ده نمبر وده نمبر، كل ده كوانتيتيف. الويت وزنك كام؟ 100 كيلو جرام مثلا. فكل دول انسر بتاعتهم، يبقى كل دول كوانتيتيف ما عدا دي. فيفورت فود هقول له مثلا ميت، دي الانسر بتاعتها مش نمبر خالص، فدي تبقى ديسكريبتيف.
ديسكريبشن، ولكن الثلاثه دول اجابتهم ارقام، يبقى كوانتيتيف. فهو ممكن يسالني عن الكوانتيتيف ويجيب لي كلهم مثلا ديسكريبتيف ويقول لي مين فيهم اللي كوانتيتيف. يعني عامه هتلاقي ثلاثه شكل بعض وواحد مختلف عنه. هو انا جايبهم كلهم كوانتيتيف ما عدا دي اللي ديسكريبت اجابتها كلمه. ما فيفرت فود اقول له 12، لا فيفرت فود ميت رايس اي حاجه اجابتها وورد مش اجابتها، لكن ده الانسر بتبقى ايه؟ بتبقى عباره عن نمبر. نمبر بقى يعني ايه مش عارف ايه، دي تبقى وورد او لتر ساعات. وممكن يسالني مثلا ذا فيرست لتر اوف يور نيم مثلا عاطفي بقى ايه؟ ده برضو كوانتيتي، ده برضو ديسكريبتيف مش كوانتيتي. مش كوانتيتي لو بصينا بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي a wooden box in the form of a cube. In the form of a cube. طيب its external volume is 1000 and its capacity ايه الفرق بين الاكسترنال فوليوم والكباسيتي؟ الاكسترنال فوليوم اللي هو الحجم اللي بره. يعني لو خدنا مثلا على الثلاجه، الثلاجه يبقى اللي بره ده الثلاجه بتلاقي شكلها عامل كده. بتلاقي شكلها عامل كده. والباب بتاعها بقى طيب اللي بره ده الفوليوم، الفوليوم اللي هو لينث تايمز ويدث تايمز هايت، يعني ده اللينث وده الويدث وده الهايت، ده الفوليوم اللي هو لينث تايمز ويدث تايمز هايت. طيب ده بيسموه اكسترنال، ده بيبقى الاكسترنال فوليوم اللي هو الحجم الخارجي بتاع اللي هو الصاج بتاع الثلاجه من بره، الهيكل بتاع من بره. اللي جوه بقى يا جماعه، اللي جوه بقى الحته اللي بتحط فيها الاكل اللي فيها الارفف بقى وتحط عليها الاكل دي، برضه بتبقى واخده شكل كيوبويد بس هو اصغر شويه، لان في طبعا البادي بتاع الثلاجه فهي ايه اصغر شويه، يعني في مش في سمك كده للباب، وفي سمك كده الحته اللي هي بتبقى بيضه دي اللي الباب بيقفل عليها وده. فيقوموا يسموا الايه اللي جوه الحجم الداخلي ده يسموه ايه؟ يسموه كاباسيتي. انما الحجم من بره يسموه ايه؟ يسموه الفوليوم الاكسترنال فوليوم. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي اودن بوكس ان ذا فورم اوف كيوب، هو في شكل كيوب بقى مش جابه بالمنظر ده، لا هو جابه في شكل كيوب اهو. ماشي. ادي الكيوب. ماشي. كيوب طبعا كل السايدز قد بعضها بقى. اهو. موصل كده. طيب انت فوليوم اوف كيوب، لما تيجي ترسم كيوب بص برسم سكوير كده، سكوير ورا كده. موصل دول يا جماعه كده، هترسم معاك بمنتهى السهوله على طول. مش هاخد منك فهمته ثانية يعني. طيب تعالى بقى دلوقتي، هو بيقول لي انت ايه؟ انت فورم بكيت. بيقول لي ايه ده؟ ذا اكسترنال فوليوم از 10 از 1000 سنتيمتر كيوب. اتس كاباسيتي از 729 سنتيمتر كيوب. ذن ذا فوليوم اوف وودن بوكس. خد بالكوا بقى. هو طبعا في ناس هيقعد بقى يحسب ايه؟ انت مدينا الفوليوم نشوف ال 1000 ده كان كام تايمز كام تايمز كام؟ انا معاك عادي. ال 1000 ده الفوليوم هم بيقولوا بكام؟ 1000. ففي ناس يقول لك يا ال 1000 دي كانت كام تايمز كام تايمز كام؟ في زرار على الكالكوليتر اسمه كيوبك روت كده يجيبها لك يقول لك 10. يبقى معنى كده ان ده كان 10 ده كان 10 ده كان 10. بس احنا مش محتاجين الكلام ده معنا. احنا محتاجين ايه؟ هو بيقول لي ان الحجم الخارجي بتاعه 1000. طب والكباسيتي يقصد بيها الحجم الداخلي. يعني ايه الحجم الداخلي؟ الحجم بتاع الحته اللي بتحط فيها الاكل اللي هي دي. أو يعني لو اتكلمنا على ان هو ايه؟ دي كده طبعا دي داخله لجوه بقى كده ومكمله، يعني كيوب تاني جوه بس صغنن شويه كده، كيوب جوه كيوب يعني من الاخر. هو يقصد ده وعايز الحجم بتاع ايه؟ هو عايز الحته دي، هو عايز ده. ما هو ده الخشب، وانا لو جبت صندوق خشب كده وقمت جاي مثلا حاطط فيه جواه صندوق تاني حديد جوه كده، او حاطط فيه صندوق مثلا من معدن معين عشان يحافظ على الاكل، وابتديت احط الاكل جوه هنا، ده كده الكباسيتي. لكن اللي بره ده الانر فوليوم الاكسترنال فوليوم. الكباسيتي تعتبر هي الانر فوليوم، يعني اللي بره ده اللي هو بتاع الصاج اللي بره ده، ده اكسترنال فوليوم. الكباسيتي بقى تعتبر الانر فوليوم. انر فوليوم يعني الحجم الداخلي.
طب انا عايز اجيب الفوليوم بقى بتاع الخشب نفسه. هو قال لي ده ايه 729 سنتيمتر كيوب. لا انت عايز بقى الفوليوم بتاع الايه؟ بتاع الخشب نفسه. الفوليوم اوف وود، اوف وود يا جماعه اللي انا مظلله بالاحمر ده، اللي هو الفرق بين الايه؟ بين الانر والاوتر او الاكسنر. هنعمله بس ماينس بعض وخلاص، ولا محتاج اجيب تن وتن وتن ولا الكلام ده. اهو هنعمل ده ماينس ده يديك كام؟ طبعا بقى بالكالكوليتر ده يطلع 7، ودي هتبقى يطلع 271. بقول له سنتيمتر كيو، سنتيمتر كيو. انا مديني جدول كده وبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان دي درجات طلبه اهو، دي الماركس بتاعتي، وده نمبر اوف ستودنتس. هو معنى من 10 شرطه، 20 شرطه، 30 داش، 40 داش، وهكذا. الكلام ده معناه ايه؟ من 40 ل 50. يعني عايز يقول لي ان الطلبه ساعات ممكن بدل كلمه نمبر اوف ستودنتس دي يكتب لي فريكوانسي. فريكوانسي يعني عدد. يعني عايز يقول للطلبه اللي جايبه من 10 تو 20، يعني اللي جايب بقى 15 واللي جايب 12 واللي جايب مش عارف ايه، لو النص سالهم كام واحد يرفع ايده هيلاقوهم 5. طب لو النص سال الناس اللي جايبه يا جماعه من 20 ل 30 كام واحد، هيلاقي كام؟ هيلاقي 15 رفعوا ايده. اللي جايب 12 و2 3 جايبين 15، وليه؟ انا بتكلم على دي من 20 ل 30، ناس جايبه 21، اثنين جايبين 20 مثلا، ناس جايبه 25، ناس جايبه 27، المهم يعني عدوهم لقوا 15. طيب تعالى بقى من 30 ل 40، دول كام واحد لقوا 20؟ من 40 ل 50 عدوهم لقوا 10. هو بيسالني السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي the number of students whose marks less than 40. طب ما هو كل دول يا جماعه جايبين اقل من 40، لان ده من 30 لحد قبل ال 40، ما جابوش 40. خدوا بالكم الناس دي، بس هو دلوقتي المستر لما يجي يعد، هو لو قال اللي جايبين من 10 ل 20 خمسه اللي هرفعهم دول بس. طيب طب يا جماعه الناس اللي جايبه من 20 ل 30 ال 15 دول اللي هرفعها بس. لكن لما المستر يقف ويقول الناس اللي جايبه اقل من 40 في الفصل يقف، الخمسه دول هيقف.